أنا شفته بعيوني، الحرامي كان قدامه سميح عم يعطيه مصاري. ما بيصير هيك تتهمه، بلكي مخربطين. أليس شفنا الشريط أكثر من مرة وقدرنا نتعرف عليه. طيب شو عم تستنوا؟ خلونا نروح على الشرطة. ما راح يصدقونا، هي مو إثباتات قاطعة، لحتى يمسكوه لازم نقدم دليل واضح. ما في معكم إثبات حقيقي، ليش مصرين إنه سميح هو اللي سرق وقاعدين عم تتهموه؟ لأنك ما بتعرفي شي عنه، توقعي أي شي من سميح. أليس الروحة على الشرطة بدها دليل قاطع، بعدين أنت ليش ما عم تصدقينا؟ لأنكم عم تتهموا الناس من دون دليل. يمكن يكون سميح معنو شخص طيب، بس كمان ما بيصير تتهموه بهيك شغلة إلا إذا كان في دليل واضح. اللي بيهمني هلأ يا أليس إني أوصل للي سرق لك الشنطة ورجع لك إياها. مجد أوس، إذا عن جد بتحبوني تركوا موضوع الشنطة وانسوه، لأقولكم موضوع غيره. أليس مجد لو سمحت. لازم أبوك يعرف كل شيء هلأ. طولي بالك شوي، يعني من وين بدي أعرف إنه بابا رح يجي؟ على كل كتر خيرك، عن جد أنا كتير تعبانة، لو سمحتي أجلي الموضوع. لا ما بدنا نأجل، أنت لازم تحكي كل الحقيقة لأبوك، هذا الكذب ما رح يفيدك أبداً. إيه شو تصرخي بقى؟ هلأ أبوك بيسمعك. لك أنا وثقت فيكي وصدقت حكيك، بس يمكن الواحد ما عاد لازم يوثق حتى بأخواته. انتي ليش عملتي هيك؟ اختي هلأ مو وقت العتب، انتي مو شايفة ايدي ورجلي شلون عم يرجفوا؟ خليهم يرجفوا، الله لا يقيمك. بانا انتي استغليتيني، لك يا عيب الشوم. شبكون؟ بدكن ابوكن يسمعكن؟ انا شو خصني؟ تعي شوفي بنتك عم تكذب علينا. شو قصتك انتي؟ شو قصتك؟ اختي انا ما غلطت باي شي. اذا مالك غلطانة روحي واجهي ابوكي. وإليك عين تحكي بعد يلي ساويتي؟ منيح منا يلي واقفين على رجلينا، متنا اليوم ألف موتة، بعد هلأ لا بقى في رحلات ولا بطيخ. شو هالعيشة يا الله؟ مخيلك ما رح أفكر يا سعيد، هذا آخر همي. شو يعني؟ ناوي تتركه؟ بلكي بلغ عليك، هو ما بيساويها. أنا متأكد بس أنك كنت تغير، ما كان يجي لهون وهددني. مظبوط هالحكي؟ مظبوط، بس هذا الشيء انت فيه شغلة كتير مهمة بالنسبة لي، وأكيد هي صورة أمي آيس. شو حتعمل؟ الو حبيبتي، شو وين كنتي؟ تليفونك كان مغلق. كنت رح اجي لعندك. لا عمري، تليفوني طفى على الطريق لاني كنت نسيته بدون شحن. ايه شو صار معكم؟ احكي لي. ابوك يعصب شيء. طيب ستك كيفها؟ ولا هي كمان معصبه؟ هات احكي لي شو صار. لا تمام هلا مبدئيا مشي الحال ونفدنا، بس من اليوم لازم دير بالي. معلش لا تقلقي، هاي مشاكل لابد منها. ايه شي طبيعي. ايه اللي شو صار بالسيارة؟ صحيح طلع المطار مضروب؟ ايه مزبوط، واخدت على الوكالة وقالوا لي. الو الو شو هذا المطار المضروب؟ شو القصة؟ يعني شو لازم نعملها لحتى تصدقنا؟ الموضوع صعب وما بيتصدق بسهولة، بجوز يكون مع حق يا أوس. وهلأ شو بدنا نساوي؟ انا خلص تعبت وداء خلقي عن جد، وإذا تركنا سميح ينفد بعملته أكيد رح يتمادى. لا حبيبي وحياتك أنا ما رح أتركه. طيب فهمني شو رح تساوي؟ شبك مدعي
عندي طريقة بتخليه رجع الشبكة وهو عم يضحك ويلعب. احكي يا بنت، شبك متلبكة وخايفة؟ مين هاد اللي كان على التليفون؟ واحدة من رفقاتي بابا، كانت عم تسألني عن هي المحاضرة. وليش كنت عم تحكي عن الموتور معه؟ شو قصة الموتور؟ هاي شغلة إلها علاقة بزراعة موتور لأما جوا الجسم، يعني موتور لتشغيل القلب. أيوة، وهيك شغلات أنت بتعرفي فيها؟ أي طبعا بعرف. ايه، أنت عم تجهزي حالك لتروحي على الجامعة؟ والله دوامك صعب. طبعا اللي بده يصير دكتور بده يتعب. ايه بابا مزبوط. ماشي لكان، البسي وجهزي حالك مش هنروح وصلك. لوين بابا؟ أنا مالي طالعة هلا على الجامعة، لأن اليوم برنامج محاضراتي متأخر شوي. ماشي، منروح بوقت تاني. بانا، هدول الأواعي أنت عم تطلعي فيهم على الشارع؟ لا بابا، مستحيل أطلع فيهم. أي فكرت، لأنه مو حلوة بحقنا تطلعي بهيك أواعي على الشارع، يعني إذا بتلبسيهم بالبيت نص مصيبة. حياتي يا الله، لأمتى بدي ضلني عم بتحمل؟ شكراً كثير. أحياناً بحس إنه مو قدران يشوف الكتب، يعني عن جد مو معقول قديش صعب هالفرع، بس هاي الكلية اللي اخترناها. ورغم هيك أنا مبسوطة على القليلة، هذا الفرع اللي كنت بحلم فيه. شبك شاردة، كأني عم بحكي لحالي. أهلا وسهلا فيكم. أهلين، تفضلي. أليس، نحن هون. وين شاردة؟ شو كنتي عم تقولي؟ هقوم هلأ نفذ الفكرة اللي خطري معك. لا اللي بدك تروح تحكي معه. لا تركيه مزوجة كتير هلأ، والحكي وحدي مالك هي ليك وزن بدا شي تاني، فهمت؟ أنا بدي روح لعبان المشبك. في حدا بينام هلأ؟ الظاهر خطيرة سيد أحسان. عاشتك مسخرة، أنا مبارح مالك بالحكي اللي قال. أكيد عم يتهم سميح بسرقة الشنطة، ما هيك؟ صحيح. بصراحة مجد معه حق، لأنه سميح ما بتحسي كتير نظيف. بس ما بيصير إنه نتهمه بسرقة، هذا الموضوع حساس وما إنه شغلة هينة. كمان مزبوط. أصلا أنا ما عاد بدي هاي الشنطة مروة، أنا ما بدي مجد وسميح يعلقوا مع بعضه، أنا رضياني بالشي اللي صار فيني. ما بظن مجد يعلق معه، مو معقول شاب مثل مجد يتصرف بهالطريقة، لازم تكوني واثقة فيه. بصراحة يا مروة أنا ما عم بقدر أثق بشي. كمان هيك مو معقول، يعني كله بينحل مع الوقت. يا أوف يا ربي، كيف نسيت؟ أنا في عندي هلا موعد مهم مع جمعية رعاية الحيوانات. شو بدهم يقولوا هلا؟ شو رأيك تجي معي تتسلي شوي؟ لا مروة شكرا كثير، أنا هيك شغلات ما بحبها. يلا بشوفك. شو بدك؟ امي متذكره شنطاي تبع الرحله؟ سكتي لا تجيبي سيرتها، الله يلعن الساعه اللي خليتك تروحي فيها، ما بدي اسمع اي شيء عنها. انا عم بحكي عن الشنطه مو عن الرحله، الشنطه. امي انا خبيتها بجنينه لما اجيت. يلا قومي جيبيها، خايفه ابي يشوفها. تضربي انت وهالرحله اللي جابت لنا كل هالمشاكل فوق راسنا. ما فيني اجيبها هلا، اكيد رح يسالني لوين طالعه. بكرة الصبح فيقي بكير وطلعي جيبيها وضبيها بغرفتك وخلصنا. لا شو بكرة الصبح؟ بخاف الليل تشت الدنيا وتنبل بالمي، الكتب والنوط كلها بتنتزع. دبري لك شي حجة وقومي جيبي لي اياها. بالله شو؟ تعملي عملتك وانا بدي زبط وراكي. قال شو دبري لك حجة؟ بلكي ابوكي شافها. شو بدي قله؟ لا ما بقدر. بانا تعي شوي بنتي. روحي شوفي ابوكي، خلص بكرة الصبح بتفيقي بكير وبتطلعي بتجيبيها. هلوش ما بيلبقله الزعل، مشان هيك جبت شغلة ترجع له ضحكته، وأكيد رح تعجبك. انت شو عم تساوي هون؟ بعدين من وين لوين لتجيب لي شوكولا؟ يمكن هالهدية ما ترجع لك الشنطة،
بس أكيد رح تعدلك مزاجك. يسلموا، بس أنا ما بقدر أخذ أي شيء منك. أليس اسمعي، أعطيني فرصة واحدة بس لحتى أقدر أعرفك على حالي منيح. أنا لازم أثق بالشخص اللي بدي أعطيه فرصة، بس بعد اللي عملته صار كتير صعب إني أثق فيك. يمكن مجد كان معه حق حتى بقصة الشنطة. قصدك تقولي إنه شنطتك أنا اللي سرقتها، ما هيك؟ لازم أطلع جيبها. كل أغراضي وأوعي جواتها الشنطاية. فركين كان مجد. لا أذن كمجد. أوس كل شي تمام؟ ما يهمك كل شي تمام. أوس أنت متأكد ما هي؟ معناتها أنت لسه ما بتعرفني منيح. يلا لك. مرحبا. أهلين وسهلين. فيني أفهم أنت هون شو شغلتك؟ سيارتي مقحوطة وبدي أعرف مين أحطها. خلينا نشوفها بالأول. شرف شوف. ايه ما فيها شي. يعني انت ما بتعرف مين كان صافف هون؟ بس عن جد يا استاذ ما فيها شي. شلون يعني ما فيها شي؟ فرج كيف الدهان رايح. هلأ وين بدي روح الدهنة؟ عفوا استاذ بس يعني ما أنا مستاهلة. لك حاجة تقلي ما أنا مستاهلة، حاجة تقلي هيك. انت شو اللي عم تعملي عندك؟ ولا شي بابا، بدي روح كب الزبالة. انت طالعة تكبي الزبالة وكمان طالعة بهدول الاواعي؟ وليش انت لحتى تكبيها؟
شو ما في غيرك؟ بابا شبون أوعي والله ما فيهم شي، انت لا تعب حالك انا بكبها. والله هذا اللي كان ناقص انت تكبي الزبالة. روحي من وشي هلأ هاتيها لكبها. معناته رح فوتها على المطبخ لانه مو حلوة تكبها انت. لك تعي هاتيها لهون هلأ ريحته بتعبي البيت. روحي غسلي ايديك وفوتي على غرفتك انا بكبها. بيصير هون بس بدي يفهم سميح شو قاعد عم بيساوي مع هالبنت هي. اسمعيني أليس، أكيد مجد هو اللي قالك هذا الحكي. أصلا هو بيكرهني من زمان وما بعرف شو السبب، بس أنت فكري فيها. أنا شو بدي أعمل بشنطايتك إذا أخدتها؟ شو بتسمي وجودك جنبي فورا بعد الحادثة؟ هي صدفة يا أليس، شو أنت ما بتآمني بالصدف؟ شو هالصدفة الغريبة؟ اسمعي أليس، أنا مو مثل ما بيحكوا كل الناس عني. يمكن أحياناً نبالغ بالمزح شوي، بس هذا مو معناته أنه أنا شخص سيء وبأذي الناس. بترجاكي بدي منك فرصة، أعطيني فرصة واحدة بس. عفواً. ألو نعم. إذا بدك ما يصير شي على سيارتك استنى مني تليفون بحاكيك بعدين. كيف؟ ألو ألو أليس، أنا آسف بس عندي شغلة ضرورية هلأ، نبقى نحكي بعدين بخاطرك. عفوا. أوف. بسم الله. وقفت اللي قلبي. معقول صبحية خفتي مني؟ شبكي؟ لسه ما تعودنا عليك. هالمرة انت طولت كتير كاظم. ايه والله معك حق، هالمرة كانت غيبتي طويلة. ايه مالك علي يمين؟ لو عم تخدم عسكرية كنت تسرحت. شو ساوي؟ هاي لقمة عيشنا. ستي شكري ربك اني رجعت وقولي الحمد لله، بس يكون بعلمك وضع البيت مو كتير عجبني. ها ليه خير شو في؟ بانا كانت بدها تطلع على الشارع تكب الزبالة وهي لابسة البيجامة. معقول؟ ايه، لتكون كل يوم تطلع بتكبون، بس ما خليتها تطلع، اخذتها من ايدها ورحت كبيتها. الله يصلحك يا كاظم. معقول تعمل هيك؟ يعني ضروري هلأ كلاويك يرجع يجعوك؟ عن جد احيانا تتصرف مثل الاولاد الصغار. هاي القصة ما بديها تنعاد، فهمانة؟ لو سمعت صوته يا أوس أكيد هلأ بيكون صار بالكراج، ولما ما بيلاقيها رح يعض أصابيعه وندى. برأيك هالخطة رح تفيدنا مجد؟ طبعا رح تفيدنا معلوم. أنا حسب معرفتي بهالشاب مو بس الشنطة اللي بيترك حبيبته كرمال سيارته، وهذا كل شي بدنا إياه منه. شوية وقت وشوف شو رح يصير فيه، ونحن بنتأخر لندق له تليفون. عم تخططي مشان تهربي؟ ما فيكي صعب. شلون رح تطلعي من بين الحدايد لبرا؟ ايه البابا شافك بالبيجامة. يا الله بابا كمشني لما حاولت فوت الشنطة، يا ريت ما عملت هيك. كلمة يا ريت ما بتعمر بيت، هاد المثل بس إليك. المهم أعطيني الشال اللي أخدتي مني. هو بالحاوية. كيف؟ بابا كب الشنطاية بالحاوية. لا مو معقول، ليش حتى يكب الشنطة بالحاوية؟ حطيتها بالكيس لفوتها، قام أخده رماها بالحاوية. مو صحيح هالحكي. والله العظيم يا سونيا الشنطاية والأغراض اللي فيها راحوا. ما عم بقدر صدقك، ما عم بقدر صدقك ابدا. اعطيني شالي، اعطيني شالي هلا. خير ان شاء الله. شبكن يا بنات. سميح قلي ليش كنت قاعد مع هديك البنت؟
جاوبني هلأ سميح، هلأ بدك تشرح لي شو كنتوا عم تحكوا انت وياها سميح. ايه لك شبك؟ مانك شايفي سيارتي انسرقت؟ حلي عني بقى. يعني ما عم تمزح؟ شايفتيني خرج امزح؟ انا سيارتي مسروقة وعم دور عليها وانت قاعدة عم تعيطي فوق راسي. انقلعي من خلقتي، ما بدي شوفك هون ابدا. تعو لا، وين سيارتي اللي كانت هون؟ ولا وينها؟ والله ما بعرف يا معلم. لك انت كيف تتركوا لي سرقوا السيارة؟ انا ما امنتك عليها وقلت لك دير بالك عليها منيح، معناتها انت شريكه للحرامي. هتعرف وين السيارة ولا؟ والله ما بعرف مين هو اللي اخذها. اذا ما بتجيبوا لي السيارة تبعي برتكب فيكم جريمة. سميح هدي حالك حبيبي. ولك انت شو دخلك فيني انت التانية؟ نلعي. اذا ما رجعت السيارة بطلع بروحك. لك احكي لي مين اخذ السيارة ولا تجنني ولا؟ قلت لك ما بعرفه. شو بدك؟ سيارتك موجودة معي هون، اذا بهمك الموضوع. لكان هذا انت؟ هلا فهمت. اصحك مجد، اذا سيارتي كون ولد عائل. اذا كنت حابب سيارتك ترجع لك، روح جيب لي الشنطايه واعطيني اياها وهلا سلام.